كابتن محمد، يمكن اجي لك. البطوله كانت صعبه، الاعداد كان صعب برضو، رحتوا معسكر خارجي في تقريبا في مقدونيا وسلوفينيا وتركيا، يعني لفيتوا لفه كده، لعبتوا مباريات مهمه، رجعنا على البطوله. يعني صادفنا سوء حظ في البدايه مع مباراه الجزائر. يعني كلمني ازاي استعدينا للبطوله دي مع قدوم جهاز فني جديد ايطالي مستر فلافيو، يعني كلمني عن الاستعداد وصولا للبطوله. والله الاعداد كان كويس، عملنا معسكر مغلق في مصر ممكن مده شهرين في حسن مصطفى، في امكانيات حلوه جدا طبعا، قفلنا على نفسنا واتمرنا كويس. وبعد كده عملنا معسكر خارجي في اوروبا لمده 3 اسابيع، كان فيهم 10 ماتشات وديين، كان فعلا في مقدونيا وتركيا وسلوفينيا في الاول، لعبنا 10 ماتشات على مستوى برضو عالي مع فرق محترمه زي اليابان تركيا. لعبنا يعني اقصد دول مش معسكر بس، لا لعبنا فرقه تقيله كمان. لعبنا يعني 10 ماتشات، لعبنا الكاميرون برضو هناك، لعبنا مقدونيا وتركيا واليابان الاي تيم والبي تيم. ممتاز. لعبنا سلوفينيا، سلوفينيا لسه طبعا، سلوفينيا امبارح كسبانه البرونز في اليورو، واخده ثالث في اليورو، فلعبنا ماتشات على مستوى كويس ما شاء الله يعني. ما شاء الله. طيب وصلنا البطوله، يعني جينا مصر فتره قبل البطوله ولا قد ايه قبل البطوله؟ اسبوع تقريبا او 10 ايام؟ 10 ايام لعبنا فيهم او اسبوع، لعبنا فيهم ماتشين وديين مع ليبيا ومع المغرب، برضو منتخبات محترمه، وكنا في جاهزيه كويسه الحمد لله. طب ماتش الودي مع ليبيا عملنا ايه؟ خسرنا. احنا كنا بنلعب يعني بنجرب كل اللي نكشف كل اوراقنا. بس ليبيا عامله فريق كويس ليبيا يعني بامانه، خدوا برونز. هم بيلعبوا احنا يعني. ما كناش عارفينهم قوي، احنا عارفين هم ماشيين كويس، ما كناش عايزين نكشف كل اوراقنا في الماتش ده، كنا واخدينه تمرين يعني. طيب ماتش الجزائر اللي عايز اقف عليه شويه، الماتش الاولاني اللي خسرناه 3-0، يعني مش خسرناه بنتيجه مثلا 3-2 لا ده احنا يعني خدنا وش تمام. الماتش ده احنا ساعتها قلنا يا اما هياخدنا للبطوله يا اما هياخدنا بره البطوله. حولتوا المكسب الخساره دي لمكسب ازاي وروح تانية خالص يا كابتن؟ والله زي ما حضرتك عارف الرياضه ملهاش كبير، احنا امبارح مثلا كان بيلعب اليورو الفاينل ايطاليا وبولندا في ايطاليا، بطل العالم وبطل اوروبا، وايطاليا خسر 15000 متفرج 3-0. فدي رياضه طبعا، احنا المفروض احسن من الجزائر. الماتش ده كان داي اوف للناس كلها، يعني نادرا ما بتحصل، بس فعلا ما لعبناش حلو خالص، ما كانش في توفيق خالص. زي ما حضرتك قلت وربنا حطنا في السكه الصعبه، وهي كانت يعني يا كده يا كده. صحيح. بس الحمد لله الناس الكبيره يعني لمت الفرقه ومع الجهاز الفني وتمسكنا والحمد لله كانت فتحت خير علينا وكسبنا البطوله الحمد لله. الحمد لله. واحنا كده كده كنا بنقول بعد خساره الجزائر ان فعلا اللعيبه الكبار ليها دور.